Mohamed Salah. Yes. Antes de ir embora para Portugal. قبل ما اروح البرتغال. في اخر سنه ليا في الاهلي. Disse ao presidente Hassan Hamdi. قلت لرئيس النادي كابتن حسن حمدي. Para contratar Mohamed Salah. اني عايز اتعاقد مع محمد صلاح. باسم علي the right back. وباسم علي الباك رايت. Yes. 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 Now. Ele disse ok. وانا قلت وكابتن حسن حمدي قال لي تمام وكان ساعتها في المقاولين. بعد 8 10 ايام قال تمام اتعاقدنا مع اللاعبين وعملنا الاتفاق مع المقاولين ومع اللاعبين فاضل بس الامضاء العقود. المقاولين نزل درجه ثانيه وفجاه اتحاد الكوره قال لا مفيش ولا فرقه هتنزل درجه ثانيه ساعتها وطلعوا ثاني للدرجه الاولى. فكان من 16 فريق في الدوري بقى 18 فريق. فرئيس المقاولين قال للكابتن حسن حمدي ما دام هنكمل في الدرجه الاولى يبقى مش هنبيع اللاعبين هيكملوا معانا. فكان حظ محمد صلاح انه كمل هناك لان في يناير في نفس الموسم راح لبازل في سويسرا وبعد كده دخل في اكبر اللاعبين في اوروبا. لو كان جه الاهلي كان صعب انه يطلع بره مصر. لان الشرط اللي حطيته عشان ارجع تاني مره النادي طول ما النادي معاه فلوس عشان يتعاقد مع اللاعبين يبقى يتعاقد مع اللاعبين كلهم اللي انا كنت عايزهم وبس كان يمشي بتصريح مني انا لان النادي ما ينفعش يبقى 14 سنه من غير ما يفوز بطوله افريقيا. كان لازم يكسب بطوله افريقيا وما يبقاش ست سبع سنين ساعتها برضه ما يكسبش الدوري. كان لازم نكسب الامور بصوره متتاليه. فعشان كده كانت عايزه تتعاقد مع احسن اللاعبين وما يمشوش غير الا في مواقف مميزه لو مبلغ كبير نقدر نسيبه يخرج. فكان عنده حظ لو كان جه عندي ما كانش هيمشي. مفيش صراحه اكثر من كده يا جماعه. مفيش صراحه اكثر من كده.